يبا اصلا امي تغير من خالاتي. شب يبا تبيني اطلع بخيله؟ اخذيه وقص على رفيجاتك قولي لهم اخذته من افينيو. ان شاء الله ترد. الو عواش ليش غايبه؟ صدقتك يعني مريضه. تكذبين لا تكذبين علي ترى انا عارفه زين. ايه انزين انت صوتتي؟ ايه ام اليوم مستانسه يعني البوقه بتكون سهله. ايه يلا خليك المريضة الكذابة يلا باي. عصير ها شربه شفيك مطيورة انتي طالعة على منو؟ تصدق تذكرني بجود وهي صغيرة؟ وي كان زين والله تطلع على اخت جود. نعم؟ لا تلوع كبدي واللي يعافيك، مالي خلق تكبر وتطيح بكبدي وتعنس. لا 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 عاد كلش ولا جود، صراحة أنا ما أرضى عليها، كافي احترامها حق نفسها وحق الكل. أخلاق. برافو، ايش رايك تكتب شعر فيها؟ شوف عاد ما صدقت راضينا احنا برد انت هاوش؟ وليش؟ حكي الصدق يزعل، يبا اختك هذه المفروض تفرحين تستانسين لما احد يمدحها. يبا اصلا امي تغير من خالاتي. شب شب لا اكسر دقوس فوق راسك الحين. ما ايش تكسرين؟ انا بناكل خلاص هديه باكل. خلاص يبا ان شاء الله تطلعين على امك هي حلوه. يبا تبيني اطلع بخيلة؟ ليش تخربينها؟ خلاص انت شك انت لازم تخربين علي؟ يعني توني مراضي امك انا، ليش؟ يبا الوردة ما تجيب نتيجة، حطها بس دينارين، بس دينارين، شوف النتيجة. ساكت ماك شغل كملي كملي يلا يلا لا طالعين يلا نسيت اقول لك ترى باكر عيد زواجي حبيبي سامي بيسفرني باريس يومين بس انا قلت له ما له داعي اي والله يا اختك مصاريف على الفاضي يعني لو انت مكان بتسافرين لا لا حبيبتي انا كلش ما احب السفر بعدين عيالي انعدت عليهم 3 ساعات ما شافوني يقعدون يتبجبجون ويصيحون ويسوون لي افلام يموتون علي الا تعالي بسالك ابي مطعم كذي كشخه اروح اعزم فيه ريلي اي اي عرفته عاد هذا وايد غالي يسوى انزين انا شايفه كذي ساعه ب 500 دينار باخذها حق ريلي بس حسيت انها رخيصه لا التلفزيون إيه يعني أخذها زين ماشي عمري حبيبتي فديت قلبك عاد مو تقاطعين أوكي يلا مع السلامة هيا لما تكلم بالتليفون ما تحكين لازم ما لازم إلا يوم صدق باكر عند زواجك إيه بروح السوق تجين معاي إيه أوكي أبي مدرسة خصوصي نعم؟ هذا أنت وأنت بالمتوسط أبي مدرس عيل بالثانوية شو أسوي أبطلج مدرسة بالشقة؟ يما عافية والله محتاجة تغوية بالرياضيات وبالإنجليزي ما راح يبلج وإذا في شيء مفاهمته روح حق مدرستك تفهمك وإذا ما رضت تعالي قولي لي أشلعها من عرجها من المدرسة خلاص ما أبي بني يسقطوني أنت أصلا ساقطة ما لازم يعرف عن جوستاف والله تبي مدرس بنت الملك بس ما ترى ما قلت شيء غلط يعني والله محتاجة يعني كب صار فيني اقول لك مبروك عليك المزرعة سنة يما لا تحاتون بيرجع وين بيروح يعني ادري خالتي بس هذه اول مرة ابوي يسويها وين اول مرة جود الله يهديك ايش كثر كان يسافر قبل ايه بس كنت احضر له جنطته ونعرف وين يروح بس انه يروح كذي ويختفي واحنا ما ندري عاد هذه غريبة زين يمكن راح يمر واحد من ربعه
أو يمكن راح لعمره. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونكم؟ الحمد لله. ما شاء الله. دريتوا عمي وينه؟ سمعتوا شيء أحد اتصل فيكم؟ لا والله، هذا احنا قاعدين، لا سمعنا عنه شيء ولا بين شيء. أنت محبوب، رحت تكلمت معاه ما طلعت بأي نتيجة. يعني تلقى أبوي صدق سافر؟ يا ربي مو معقولة أبوي، يعني إذا سافر أنا اللي دايماً أحط له أغراضه ودشاديشه وأرتب جنطته، معقولة كذي يسافر وما يقول؟ بعدين احنا بصراحة كلنا استغربنا من كشخته الصبح. يعني يوم طلع كان كاشخ صدق؟ إيه. تعال يكون راح يتزوج بس. الله يهداك مشعل. يتزوج من صباح الله خير من الخلق. أقول يعني يمكن. العنب 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 اصفر. تعال خلينا نشوف هذا ايش عنده. العنب والله وايد غالي، دينار ونص. يما ايش فيك رخيص دينار ونص؟ شنو رخيص انت ثانيه ما تعرفين بالسوق تبين تفلسيني؟ تفضلي يا مدام تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا مدام. هذا بكم؟ هذه يا مدام، هذه يا مدام خم اصلي، هذا بدينار ونص. شنو بدينار ونص؟ تنصب علي؟ توني جاي من محل يمك ارخص. خلاص يبقى عشان خاطرك بدينارين. يستخف دمه أمي. إنزين عطني ثلاثة بدينارين يلا. لا ما ينفعش مدام، خلاص نخلي واحدة بديناري ثلاثة بثلاث دنانير. إنزين عطني ثلاثة ألوان مختلفين لارج. ها حاضر. حطهم تشيس. حاضر يا مدام حاضر. تعال خلينا نشوف أمي، حلو هالبيضي هذا، إيش رأيك؟ ما هو حلو، ما أبي. شنو ما أبي؟ أخذي وقص على رفيجاتك قولي لهم أخذته من أفينيو برستيج. ما عجبني. إنزين حلو حلو، بأخذك لونين بعد. على كم هذا؟ طول الوقت كان يطالعني، أكيد مو مصدق، أكيد عجبته. مادام بابا مشعل يبين عشاء؟ إيه حبيبتي، بابا مشعل يبي يتعشى، بس شنو عندك بالثلاجة؟ كله طلعي وحطي على الطاولة. إن شاء الله. إنزين بابا مشعل يبي يتزوج أنتِ؟ واي واي واي، كان زين يا ميمونة، كان زين، الله يسمع منك يا ميمونة. يلا روحي جهزينا. إن شاء الله. جن، أنت هبي بابا مسأل؟ إيه إيش علي؟ تروح يلا روحي جهزي. أمبوي حتى هذه ملاحظة بخصيها، كلهم يعرفون إني أمبوي.